السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير. بناء على طلب كثير من الإخوة والأخوات في طريقة إكسار نبات القفص الصدري أو المونسترا، نبدأ بإذن الله سريعا كده نتعرف على طريقة إكسار هذا النبات بطريقة بسيطة جدا. ندخل على طول في الموضوع. هنا في عندنا طريقتين يمكن اتباعهم لإكسار القفص الصدري، إما أننا نأخذ عقلة من النبات. العقلة نوضح كده مع بعض. احنا في عندنا فرع زي كده نبات المونسترا ده، كده فرع لو قصينا منه جزء احنا كده خدنا عقلة من النبات. ده كده النبات اهو، لو قصينا فرع زي ده كده وبدأنا نقص كل حوالي 15 سنتي كده بالمقص العقل، ونبدأ نزرع العقلة باعتدالها كده، احنا زرعنا النبات عن طريق العقلة. طيب في طريقة تانية ممكن نتبعها، اننا نعمل اكسار عن طريق الخلفة. لو شفنا كده مع بعض هنلاقي في خلفة طالعة من النبات الام، شفنا برضو اهي خلفة هيت. دي كده جاهزة جدا انها تتفصل وتتزرع بشكل منفصل. زي كده في عندنا طريقتين يمكن اتباعهم لإكسار نبات المونسترا، اما الخلفة اللي بتطلع من بجوار النبات الام، او عقلة من النبات. دي كانت عقلة اهي خرج منها فرع تاني. نبدأ في عملية الإكسار مباشرة. طبعا هنبدأ احضار الصيص، هنختار التربة وتكون خليط من البيتموس مع الرمل، ونضع الأول العقلة بتاعتنا داخل القصيص، ونبدأ نضيف التربة. زي ما اتفقنا تربة خفيفة هشة. نبدأ نكمل آخر، نضغط حوالين الفرع كده ضغط خفيف، ونبدأ نروي النبات. نيجي على خطوة مهمة جدا، بعد ما زرعنا العقلة أو الخلفة هنحط النبات فين حتى يبدأ في عملية التجذير وإخراج نموات جديدة. يفضل إن احنا نضعه داخل قارورة بحيث إن احنا نوفر له بيئة أشبه ما يكون بالصوبة الزراعية، بتعمل ثبات لدرجة الحرارة، ما بيكونش فيه تقلبات جوية حوالين العقل الفرع، بتخلي المكان دافي، بتحتفظ برطوبة العقلة حتى تبدأ في التجذير وعملية إخراج نموات جديدة. ده كده ببساطة عملية الإكسار المتبعة في إكسار نبات القفص الصدري أو المونستر. عقلة أو خلفة نزرعها في تربة خفيفة هشة، وبعد كده بنضعها داخل عبوة أو أشبه ما يكون بالصوبة حتى تبدأ في عملية التجذير. دمتم في رعاية الله وأمني، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي العظيم أن ينصر إخواننا في غزة. السلام عليكم.